الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. السلام عليكم، كيف حالك؟ ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله. طبعا حطينا اللحم بالاطراف، لما حطينا الدجاج حطينا وضع البصل والفلفل الرومي ثلاث اشكال. طبعا الصوص يكفي. الله يجعله عافيه يا حبي. يعني عاد والله زين بنت اخوي ام والدي قبل كنا بغيت اودي لهم كرات. رميت ولا ما رميت؟ ما اعرف اكل كرات انا. ما شاء الله تبارك الله.